والآن إلى أبرز ما جاء في الصحف لليوم، ونبدأ من صحيفة الأخبار حيث عنونت استئناف الحوار بين بكركي وحزب الله. علمت الأخبار أن تطورا طرأ على العلاقة بعد زيارة وزير خارجية الفاتيكان بول غالاغار لبيروت مطلع شباط الماضي، إذ أن الموفد البابوي تحدث أمام عدد كبير من المطارنة وشخصيات التقاها عن ضرورة الحوار المباشر مع حزب الله، وناقش الأمر بالتفصيل مع البطريرك الراعي نفسه الذي وعد بالمبادرة إلى خطوات عملية. وبحسب المعلومات فإن اتصالات بعيدة من الأضواء سهلت ترتيب اجتماع بين مندوبين عن البطريرك الراعي والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، واتفق في اللقاء على إعادة إطلاق الحوار بين الطرفين وتشكيل لجنة جديدة قد تشهد تعديلات على مستوى ممثلي الطرفين في الحوارات، والتي يجري العمل على ترتيبها قريبا. ويؤكد معنيون أن المرحلة الحالية ستشهد وفقا لأي تصعيد إعلامي أو سياسي يمكن أن يأخذه كل طرف على الآخر، وإذا كان لحزب الله وضع تنظيمي يمنع أي من قياداته من الاجتهاد في إطلاق المواقف، فإن الأمر يحتاج إلى جهد خاص من جانب كركي التي ربما تكون مضطرة لإبلاغ بعض الشخصيات السياسية بضرورة عدم التحدث باسمها مباشرة أو مواربة كي لا تضطر إلى إصدار بيانات نفي. ننتقل الآن إلى أساس ميديا حيث كتبوا هوكستين عائد وسيسمع التالي، عرضك ناقص ونريد تعديله. خلال الأيام القليلة المقبلة سيعود إلى لبنان الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل آموس هوكستين ليتسلم الرد اللبناني الرسمي الذي اتفق عليه الرؤساء الثلاثة خلال اجتماعهم قبل أيام في بعبدة، حيث ناقشوا عرض اللجنة الفنية. معلومات أساس تقول أن الاجتماع الأخير لم يكن حاسما لجهة الخطوات التي يجب أن يسلكها لبنان، بدليل البيان المقتضب الذي لم يفهم منه صدور قرار واضح ولم يحدد الاتجاه الذي سيسلكه لبنان والخطوة التالية المنتظرة بعد تلقي عرض الموفد الأمريكي. سيسمع هوكستين التالي: نطلب من أمريكا ومن خلالك العمل على تحسين ظروف المقترح الذي حملته، أي أن هذا المقترح وفق الرد اللبناني قابل للتفاوض، مع التأكيد على أهمية استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في جهودها لاستكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية، وأن لبنان لن يفرط بحقه بأي شكل من الأشكال. وتبدي المصادر ارتياحها لخطوة حضور بري واطلاعه على ملاحظات اللجنة الفنية والتي تضم في عدادها خبيرا في شؤون الترسيم من الجيش بعدما رفض الثنائي الشيعي المشاركة فيه، فبري أبدأ اقتناعه بطريقة الدفاع عن حقوق لبنان، وهو ما يعد تعويضا عن غياب التمثيل الشيعي عن اللجنة. ونختم مع جريدة النهار حيث عنونت الأزمة المصرفية إلى تصعيد وميقاتي لن يستكين. تفيد معطيات النهار المستقاة من مصادر وزارية مطلعة واكبت ما جرى بأن ميقاتي اندفع في عقد الجلسة بعدما حصل على تأكيد رئيس الجمهورية ميشيل عون موافقته ودعمه لميقاتي في إعادة تصويب الأمور من طريق التشديد على استقلالية القضاء، وإنما أيضا ضرورة أن يطلع أركان القضاء بالدور الحصري لاحتواء مفاعيل الإجراءات الاستنسابية الخطيرة الأخيرة التي لم تسلك حتى الطريق القانونية التي يميلها هذا النوع أو يميلها هذا النوع من الدعوة. وبذلك كان يفترض أن يشارك أركان السلطة القضائية في الجلسة للمساهمة في رسم خريطة الطريق للمعالجة من ضمن القضاء ومن دون تدخل أي سلطة، ورسم تخلفهم عنها معالم سلبية سرعان ما برزت تباعا. تشير المصادر إلى أن رئيس الجمهورية تراجع عمليا عن مساندة ميقاتي وعادت الأمور إلى النقطة الصفر، وبدا واضحا أن ثمة ملامح تورط سياسي لتيار العهد، عبر عنه بيان هذا التيار قبل جلسة مجلس الوزراء وفي مواكبتها وبعدها من منطلقات التوظيف الشعب الانتخابي. وقد حمل التيار الحكومة مسؤولية الفوضى المالية ورفض كل محاولة للضغط على القضاء لكف يده عن الملفات المالية والمصرفية التي يحقق فيها والتدخل بشؤونه من خلال أي إجراء تعسفي قد يتم اتخاذه من خارج الأصول. وكشفت المصادر الوزارية أن ميقاتي الذي أعلن بوضوح أنه ليس في وارد الاستقالة بدا مصمما على عدم الاستكانة، إذا تطورت الأمور في اليومين المقبلين نحو الأسوأ أو لم يقم المعنيون القضائيون بدورهم المطلوب، فيما قد يدفعه إلى إعلان موقف جديد
وحازم. نبقى في موضوع الأزمة المصرفية، الانتخابات النيابية، وأيضا سأتطرق إلى ملف الاتفاق النووي مع الصحفي والكاتب السياسي إبراهيم ريحان. صباح الخير إبراهيم. صباح النور. يعني اليوم مع إضراب المصارف اليوم وغدا، ومع المواجهة المفتوحة التي يخوضها رئيس الجمهورية ميشيل عون في مواجهة حاكم مصرف المركزي والمصارف، يبدو أن المعركة يعني مستمرة على مشارف الانتخابات النيابية. ما تداعيات هذه المعركة انتخابيا، اقتصاديا وأمنيا؟ وهل صحيح كما كتب اليوم في بعض الصحف أن هذه المعركة ترتبط في إنهاء القطاع لإعادة إنتاج قطاع مختلف يكون على رأس هذا القطاع الجديد عون ونصر الله؟ أولا بالعودة لقضية القطاع المصرفي، نبلش من آخر نقطة. بحكومة الرئيس السابق حسام دياب كان في اقتراح وخطة تتضمن أن يكون بلبنان فقط 6 أو 7 مصارف، يعني بدمج المصارف، وهذه الخطة ما عادت مشي بسبب استقالة الحكومة. هلا اليوم في معركة مفتوحة بين حاكم مصرف لبنان ورئيس الجمهورية، وأكيد من خلفه التيار الوطني الحر والنائب جبران باسيل. بس المريب بهذه المرة هو التدخل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بشكل لمنع القضاء حتى من القيام بعمله. يعني الرئيس ميقاتي عم بيضغط بشكل على القضاء، عم بيتعدى صلاحياته، عم بيتعدى مسألة فصل السلطات، عم بيصير في تدخل بالسلطة التنفيذية بعمل السلطة القضائية، وتحت طائلة التهديد. يعني الرئيس ميقاتي هددهم للقضاة قبل ما يشيلكم عن بيت بدكم تمشي مثل ما هو بده. المشكلة هلا انه ما بده الرئيس ميقاتي للمواطن يدعي على المصارف ويطالب بوديته، ولا القضاء يلاحق حاكم مصرف لبنان او يلاحق المصارف. يعني احنا هلا صرنا بمشكله جديده قضائيه مستجده. يعني الرئيس ميقاتي هو ذاته كان يرفض التدخل بعمل القاضي بيطار قبل 3 أو 4 أشهر بحجه فصل السلطات، اليوم بده يتدخل لحمايه المصارف وحاكم مصرف لبنان، وعم يطلب حصر هذا الملف بيد مدعي عام التمييز. يعني بشكل ثاني مدعي عام التمييز ما بيقدر يلاحق، مدعي عام التمييز بيحيل الملفات لقاضي التحيل وغيره، لما يقول محصوره الملفات بايد مدعي عام التمييز كانه عم بيقول انه هيدي الملفات تنحط بالجارور وتتسكر عليها، واضح مطلب الرئيس ميقاتي بهذا الموضوع، وهذا الموضوع حيسبب اشكال داخل مجلس الوزراء. يعني وزراء الحزب والتيار الوطني الحر اكيد ما حيقبلوا بهيدي التسويه. نعم إبراهيم، في جديد الانتخابات النيابية اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن من يتحالف مع القوات اللبنانية إنما يتحالف مع قتلة شهداء كمين الطيون. يبدو أن هناك تصعيد يعني بطبيعة الحال، لكن ماذا في أجواء الانتخابات واللوائح الانتخابية؟ اولا بس الخوف الاكبر يكون ما يحصل بالقطاع المصرفي هو خطه لتطيير الانتخابات او لتاجيل الانتخابات. وبالعوده للسؤال، مع اقتراب موعد الانتخابات كل يوم بعد يوم حترتفع نسبه الخطاب الطائفي والخطاب التحريضي من جميع الاطراف، لانه كجميع الاطراف ما عندها انجاز بالسياسه او بالخدمات او بالاقتصاد او حتى على صعيد الكهرباء او المي ليقدموه للقواعد الشعبيه، فكلهم حيلجأوا لخطاب شد العصب، وهذا شيء واضح كان بخطاب الحزب او القوات اللبنانيه او غيرهم، يعني كلياتهم عم ينتجوا هذا الخطاب. هلا بالوضع الانتخابات الواضح صار انه القوات متجهه بتخوض معركه تحت مسمى محاربه الحزب او مشروع الحزب او ما يسمى بالاحتلال الايراني بهذا الشعار، والحزب عم بيخوض المعركه سياسيا بوجه القوات اللبنانيه اللي هو بيعتبرها انه موكله بمواجهته. هلا الاثر اللي اثاره عزوف الرئيس سعد الحريري ونجيب ميقاتي والرئيس تمام سلام والوزير نهاد اللاشنوق وغيرهم على خوض الانتخابات النيابيه عم بيبين اثره بالشارع. يعني القوات اللبنانيه ما عندها القدره لاستقطاب الشارع السني كما كان يعتقد رئيس حزب القوات سمير جعجع. السنه حيشكلوا حاله بحال قاطعوا الانتخابات حيكون في نتائج مختلفه، وبتشير التوقعات الى فوز كان يعني حيكون كبير لقوه 8 اذار بالانتخابات المقبله. يعني حتى بيروت الثاني عم ينحكى ب4 أو 5 أو 6 مقاعد على اقل تقدير ليكون لثنائي الشيعي وخلفائهم. نعم، في مقالك إبراهيم عن الاتفاق النووي، إذا بننتقل دوليا، يبدو أنه عادت بورصة الاتفاق النووي الإيراني إلى الارتفاع. ما هي أبرز معطياتك حول هذا الموضوع؟ وطبعا حسب مقالك يعني
هلا خلال نهايه الاسبوع كان في كلام عم بينحكى عند المسؤولين الامريكيين واجواء الايرانيين انه الاتفاق صار قريب جدا، يعني خلال ايام في حال لم يطرا اي جديد على طاوله المفاوضات او لم تطرا اي مطالب جديده. من المتوقع ان يبصر الاتفاق النووي النور خلال ايام قليله. الواضح الرسائل صارت على الارض واضحه، يعني امبارح شفنا تصعيد حوثي ضد المملكه العربيه السعوديه، عم نشوف الولايات المتحده ارسلت باتريوت بمحاوله صواريخ منظومه باتريوت لتطمين الحلفاء بالخليج او محاوله تطمين الحلفاء بالخليج مقدمتهم المملكه. هناك توجه وابلغوا الامريكيين كل اصدقائهم بين قوسين وحلفائهم ومقدمتهم الكيان الاسرائيلي انه الحرس الثوري سيرفع اللوائح الارهاب، وهذا شيء عم بيسبب ازمه جديده ولو كانت دفينه في العلاقه بين تل ابيب وواشنطن. يعني غير توقيع الاتفاق رفع الحرس الثوري وربما المرشد الايراني علي خامنئي عن العقوبات، وهذا شيء ممكن نشهده خلال ايام قليله، حيكون الارتدادات سياسيه كبيره نعم على صعيد المنطقه كلياتها بمجرد توقيع هذا الاتفاق، لانه في الحرب الدائره بين روسيا واوكرانيا عم بتاثر على سعر النفط سلبيا، ومتوقع في حال عادت ايران لضخ النفط وفنزويلا لضخ النفط في الاسواق انه ترجع الاسعار تتراجع، وهذا السبب الرئيسي اللي حفز الولايات المتحده تسرع بانجاز الاتفاق او محاوله انجاز الاتفاق. نعم، الصحفي والكاتب السياسي إبراهيم ريحان، شكرا جزيلا لك.